بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، أمين. هنبدأ المحاضرة الثالثة في اللاهوت المقارن. خدنا محاضرتين قبل كده، أول محاضرة كانت مقدمة عامة في اللاهوت المقارن، وخدنا أهم الفروق بيننا وبين البروتستانت، وتكلمنا عن المعمودية. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن نقطتين مهمين، ايه؟ التقليد والصوم. النهاردة هنتكلم عن نقطة أخرى جديدة ولها أهمية كبرى، ولا سيما في حياتنا احنا كأرثوذكس بصفة خاصة، وهو ما يخص السيدة العذراء. اولا، البروتستانت لا يؤمنون بالشفاعة. احنا مش هنتكلم السنة دي عن الشفاعة، وهنكتفي باللي احنا خدناه في سنة اولى في اللاهوت العقيدي. درسنا الشفاعة وعرفنا ضمنيا اخواتنا البروتستانت بيقولوا بايه وازاي بيفسروا كلمة لا يوجد شفيع الا واحد الى الانسان يسوع المسيح، وعرفنا الفرق بين الشفاعة الكفارية والشفاعة التوسلية وشفاعة الروح القدس. خدنا الحاجات دي كلها، فمش هندرسها السنة دي. هم لا يؤمنون بالشفاعة، ولا يقف عند هذا الحد بالنسبة للسيدة العذراء بصفة خاصة، لأنه ممكن ما يؤمنونش بشفاعة القديسين ماري جرجس والست دميانة والماري مينا والأنبا أنطونيوس وكل القديسين دول، لكن الست العذراء ليها وضع خاص. فهما مش مجرد لا يؤمنون بالشفاعة وبس، أو لا يؤمنون بشفاعتها وبس، لكن للأسف مفهومهم وتعليمهم عن العذراء بأسلوب يتنافى تماما مع ما نؤمن به وما نتعامل به مع الست العذراء. فهم لا يكرمونها، حتى الكرامة الواجبة العادية، يعني لو أي واحد بيحترم حد وبيحبه وبيقدره، بالتالي بيكرموا أمه، بيكرموا إيه؟ أمه. ده لما يكون واحدة كده يعني ليها حد ولد ولا بنت متميزين قوي وشاطرين وبقوا ذو مكانة في المجتمع، يقولوا أم فلان، ده أنا أم فلان. فالبروتستانت لا يكرمون السيدة العذراء ولا يتشفعون بها، بل بالعكس ممكن يوصل لحاجات أكتر من كده. يعني من ضمن التعبيرات اللي ممكن يقولوها عليها إنها إيه العذراء؟ زي بيضة خدنا الكتكوت منها والقشر بيحصل له ايه؟ بيترمي، ملوش قيمة، ويعتبروا انها تزيد عننا ايه؟ زيها زينا. ده لما يحبوا يكرموها يقولوا اختنا، كأنها اخت ايه؟ لينا. في حين السيد المسيح وهو على الصليب
لما جاي يسلمها للقديس يوحنا قال له يا يوحنا هوذا أمك؟ فإذا كان الرسول اللي احنا بنعتبره أب لينا السيد المسيح بنفسه يقول له هوذا أمك، بتوصل للدرجة يقولوا هي ايه؟ أختنا. والحقيقة هذا ليس عجيب، لأن برضو في البعض منهم يصل به الأمر لنتيجة الاعتقاد غير السليم في السيد المسيح، زي الموضوعات اللي هناخدها المحاضرتين الجايين. يقولوا الأخ يسوع باعتبار انه قال ايه؟ من يفعل مشيئة أبي هو أخي وأختي وإيه؟ يعني بقى أخونا، بقى هو كمان إيه؟ أخونا. طب هو يقول، لكن إحنا نجرؤ نقول ده الآباء الرسل واللي كانوا قرايبه يقولوا فلان عبد يسوع المسيح. الرسل يقولوا إيه؟ عبد يسوع المسيح. لكن ده اسلوبهم. حتى تحضرني يعني موقف حكى لنا المتنبي حنبا غرغوري الزمان، بيقول كان مدعو في اجتماع شعب، وفي وسط الاجتماع وقف واحد بيسأل سؤال، بيقول له إلا لو سمحت يا أستاذ، إلا الأخ إبراهيم لما جه يذبح الأخ إسحاق كان عمره كم سنة؟ فسيدنا بغرورس بيقول ايه؟ بيقول اول لما السؤال اتوجه لي وبيقول الاخ ابراهيم، جه في ذهني انه بيتكلم على واحد معانا في الاجتماع، بيتكلم عن واحد معانا ايه؟ في الاجتماع. وبعدين لما ادرك، اما كمل السؤال بقى، الأخ إبراهيم لما جه يذبح الأخ إسحاق كان عمره كم سنة؟ فرد عليه قال له نعم نعم يا مؤدب، بينك وبين أبونا إبراهيم كم ألف سنة؟ حوالي 4000 سنة، ولا يعني آلاف السنين. وتقول الأخ ده لو واحد كبير شوية في السن الناس بتحترم، يقول له يعني بعملك كوالد كأب. فده يعني اسلوب اخواتنا البروتستانت في التعامل مع القديسين. كنا نظن ان تكون الست العذراء ليها مكانة أكتر، لكن الأمر لا يصل عند الست العذراء وبس، ده حتى عند السيد المسيح ممكن يقولوا الأخ إيه؟ يسوع، عشان هو قال تبقوا إخواتي، يعني إخواتي هؤلاء الأصاغر. فكم وكم الست العذراء بقى؟ غير كده يعتقدوا او يدعوا ان الست العذراء بعد ما ولدت السيد المسيح عاشت حياة زوجية عادية مع القديس يوسف النجار، وانهم عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات.
عشان اللي هنقوله بعد كده شوية. الكتاب وصف قال له هوذا أمك وإخوتك يطلبونك، ويرفضوا طبعا كل ما نلقب به السيدة العذراء، لأن كنيستنا بتلقبها بألقاب كثيرة جدا، حتى الكتاب المقدس في بشارة الملاك ليها لما جه وقال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك، شيريسيس مهنه موت، يعني مهنه موت يعني ممتلئة ايه؟ نعمة. اما جم يترجموها في الترجمة اللي هي متاحة بين ايديكم دلوقتي، ترجموها المنعم عليها، ما قالوش الممتلئة ايه؟ نعمة. وطبعا لا يلقبونها على الاطلاق بثيوطوكوس، ولكن يقولوا أم يسوع. أم إيه؟ طب ليه بيقولوا كده؟ عشان اللي هناخده في المرات اللي جاية. طب هيقولوا أم يسوع، طب ومن هو يسوع؟ يسوع بالنسبة لكم هو مين؟ ما هنا بقى العقيدة بتفرق. عشان كده بقول لكم أهمية الموضوع اللي هناخده المرات القادمة له تأثير في فهم الكتاب المقدس نفسه. طبعا الفرق كبير بيننا وبين اخواتنا البروتستانت في هذا الأمر. البروتستانت ربما غالوا في هذا الأمر لأن هم انشقوا عن الكاثوليك. اخواتنا الكاثوليك غالوا في الحديث عن العذراء، وصفوها بأوصاف او يعني مغالى فيها لا يتصف بها الا السيد المسيح، لانها يقولوا انها حبل بها بلا دنس. فجه البروتستانت على النقيض قللوا من شأن ايه؟ العذراء. كنيستنا الارثوذكسية المستقيمة الرأي تكرم العذراء جدا، من السيدة العذراء، ونضعها في مرتبة تفوق كل الملائكة والقديسين. درجة شفاعتها فوق أول واحدة، أول واحدة قبل الملائكة وقبل الرسل وقبل الشهداء وقبل كل القديسين. لكن نؤمن أنها كانت إنسانة زينا، وكانت تحتاج للخلاص. حتى في لحن افرحي يا مريم نقول افرحي يا مريم الأم والعبدة، هي أم وهي برضو ايه؟ لكن كنيستنا تكرمها وكرامتها تعليم إنجيلي، لأن هي الست العذراء رغم تواضعها ووضعتها قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. تطوبها ليه؟ لأن القدير صنع بي إيه؟ عظائم. حتى الملاك لما جه
اتعامل معها بطريقة مختلفة عن تعامله مع الآخرين. يعني قبلها بشهور كان ظهر لمين؟ لزكريا، لكن حديثه مع الست العذراء، السيدة العذراء، كان شكل مختلف. قال لها: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. يعني حديث تميزت بيه. فالملاك كرمها، ولما قال لها: وزع لي صبات نسيبتك حبلى ايضا بابن في شيخوختها، وراحت تزور اليصابات، اليصابات امتلأت مجرد سمعت صوت سلام الست العذراء، امتلأت من الروح القدس. اليصابات بالنسبة لها مش كانت ام، ده ممكن تبقى جدة كمان للعذراء. لكن شوفوا اليصابات كرمتها وتعاملت معها ازاي بالروح القدس. قالت لها: من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ هوذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بابتهاك في بطني. قالت كده ليه؟ ان الكتاب يقول امتلأت اليصابات من الروح القدس، ما كانتش بتتكلم من نفسيها. فنحن نكرمها لان الكتاب كرمها، ولم يكرمها فقط في العهد الجديد، ولكن بالنبوات اللي جت عنها في العهد القديم كان كلها تكريم. شوفوا لما الكتاب وصفها في العهد القديم في سفر الأمثال يقول: نساء كثيرات نلن كرامات، ولم تنل مثلك واحدة منهن. يعني هي ليها كرامة أكتر من جميع النساء. عارفين عند اخواتنا المسلمين لما يوصفوها يقول: فضلها واصطفاها على نساء الايه؟ العالمين. يعني فكرهم من جهة الست العذراء زي ما احنا ما بنقول بالضبط. ده غير في سفر التكوين ربنا أشار ليها لما كلم آدم وحواء، قال لها: نسلك ونسلها يسحق رأس الحية. نسل مين؟ الحواء يسحق رأس الحية. غير السيد المسيح نفسه كرمها كتير، ده في رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر، رغم ان سمح انها تتعب وتتألم كثيرا، الا انه كان ليها كرامات ايضا. احنا بنقول اول معجزة عملها السيد المسيح كانت ايه؟ ده المعجزة دي اللي اتذكرت في الكتاب المقدس. اول معجزة ذكرت فين؟ المرة اللي فاتت احنا درسنا ايه؟ التقليد. يعني في حاجات حصلت ما اتكتبتش، استلمناها من التقليد. عشان كده توجد حكايات كثيرة عن رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر، وازاي ربنا يسوع المسيح
كان يكرم العذراء سابها تتألم من أجله وتحمل الصليب زي ما قال لها سمعان الشيخ: وأنت يجوز في نفسك سيف، ولكن في لحظات معينة أما كان يفيد بيها كان يتدخل، إن كانوا مطاردين. فيحكى إن في مرة خرجوا في الصحراء أو في أماكن جرداء ما فيش حد لأن كانوا مطرودين، وبعدين عطشانة وفي نفس الوقت مش لاقية مية حتى تغسل الهدوم والملابس بتاعتها وبتاع ابنها. فلما فاض بيها بكت، نزلت دموعها. فجه السيد المسيح وكان مازال بالجسد طفل صغير، بإيديه مسح دموعها وبصباعه عمل دايرة في الأرض فطلع نبع ماء. ومرة تاني كانوا مش لاقيين ياكلوا، جاعت ومفيش حاجة تاكلها، فاضطرت تطرق الأبواب، تخبط كده ايه، تشحت كسرة خبز ليها ولابنها. شوفوا لما يكون خالق الكون على دراعها ويسيبها تطرق الأبواب كده. ده احنا النهاردة الواحد لو صلى شوية وجه حصلت مشكلة كأنه هيخاصم ربنا، ازاي وازاي يحصل كده، وكأني يعني ايه، لا ممنوع ان اللي وقف صلى او يعني عمل حاجة كويسة يعني يتعب في حاجة خالص. فكان تخبط في ناس كانوا يطردوهم، لدرجة في شوارع يقال ما كانتش تخمر فيها الخميرة خالص. ومرة خبطت على بيت كان في واحدة ست كبيرة ففتحت لها، فهي طلبت لقمة عيش تاكلها، فصعبت على الست الكبيرة ديت، قالت لها: طب يا بنتي أنا بس إيه بعجن وهخبز، فأصبري شوية وأول رغيف يطلع هديهولك. فالست العذراء بحنانها ورقتها أما شافت الست لوحدها وصحتها على قدها، فقالت لها: أجي أساعدك؟ قالت لها: تعالي. فدخلت تساعدها، فاللي بيعجنوا في موجور، بنات الايام دي ما يعرفوش الحاجات دي، تعرف ولا انت تعرفها لكن ممكن في اظهر مش عارفين، الموجور اللي يعجنوا فيه. فبعد ما بيتعجن العجين لازم يخمر، فعشان يتخمر يكمروه، يغطوه ويلفوا حوالين الماجور كده ايه حتة قماشة عشان الخميرة تشتغل ويخمر. فالست العذراء بعد ما عجنوا وعايزين بقى يكمروا الماجور كده، فكمرته بايه، كانت شايلة الأقماط بتاعت ربنا يسوع المسيح، ما هو ما كانش ليهم بيت يقعدوا فيه، كانوا جوالة بيمشوا. فطلعت الأقماط ولفت بيها المجور. استنوا شوية خمر، الست بقى مجهزة للواح
عشان تقرص العجين وبعد كده يتخبز. وقعدوا يقرصوا يعني، مش يقرصوا يعني، يعملوا أقراص يعني. فاللي الواحد ملت والست تبص في المجور ده لسه مليان عجين. الله، انا خبت ايه في التقدير الكميات ولا ايه؟ فراحت جابت بقيه الالواح ويملوها والعجين زي ما هو. تشحت الواح من عند الجيران والعجين مش، قالت لا ده مش حكايه بقى، انا غلطت في المقادير. فالست حست ان في حاجه مش طبيعيه. هتلاقي الحكاية يا بنتي، مين فاهم وعارف؟ الست العدرة. فراحت فكت الأقمطة من على المجور، فالعجين ايه؟ خلص. يعني شوفوا ربنا يسوع المسيح رغم انه يسمح أن ليها أنها تطرق الأبواب وتدخل في شدة وضيق، لكن في الضيق معها ويتمجد معها زي ما بيعمل معنا بالضبط. في وسط الضيق يتمجد. فربنا يسوع المسيح كرمها والكتاب كرمها. عشان كده احنا بنكرمها، لان بنكرمها اولا لانها امه، والكتاب يقول اكرم اباك وامك. فاي واحد فينا حد يكرم امه فبيعتبر بيكرمه هو، مش كده؟ فاحنا نكرمها لانها امه، ونكرمها ايضا لانها قديسه بالفعل لقداستها وطهارتها ونقوتها، تستحق التكريم. عشان كده نحطها دايما الايقونه بتاعتها فأفضل مكان على باب الهيكل، وتصور كملكة، لأن الكتاب قرمها بالنبوة، قال جلست الملكة عن يمين الملك. عشان كده تتحط على يمين السيد المسيح في الأيقونات بتاعتها. احنا نكرمها ونلقبها بألقاب كثيرة جدا. فأولا لأنها أم ربنا يسوع المسيح، فكل الألقاب الخاصة بي تلقب بها بأنها أمه. يعني إزاي؟ السيد المسيح مثلا يقول إيه؟ أنا هو النور الحقيقي. يبقى هي إيه؟ يبقى هي أم النور. المسيح قدوس، يبقى هي أم الإيه؟ أم القدوس. المسيح مخلص، تبقى هي أم المخلص. وطبعا كل لقب من ألقاب السيد المسيح ده جه في الكتاب، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المسيح هو الله، يبقى هي والدة الإله. المسيح هو الرب، يبقى هي أم، زي ما قالت إليصابات من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليّ. المسيح سكن فيها، عشان كده نقول عليها السماء الثانية. إذا كان السيد المسيح يسكن في السماء فتبقى هي السماء الإيه؟ الثانية.
نشبهها بقبة موسى اللي هي الخيمة اللي فيها نقول مسكن الله مع الناس. فالعذراء هي القبة، نلقبها بمدينة الله. صهيون الأم تقول إن إنسانا وإنسانا صار فيها هو العلي الذي أسسها إلى الأبد. يقول أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله اللي هو أورشليم. فعشان كده نلقبها هي أيضا بإيه؟ بمدينة الله. إذا كان الله سكن في السماء تبقى هي السماء الثانية، في مدينة أورشليم تبقى هي إيه؟ مدينة الله. السيد المسيح رمز له بالمن، أو قال أنا هو المن الحقيقي الذي نزل من السماء. يبقى هي نلقبها بإيه؟ بقصة المن اللي المن اتحط فيها يعني. نلقبها عشان بتوليتها بعصا هارون اللي هي أفرخت بدون زرع، فبنلقبها هي عصا هارون لأن هي ولدت ربنا يسوع المسيح بدون زرع بشر. إذا كان المسيح هو النور تبقى هي المنارة الذهبية حاملة النور، فهي المنارة أيضا. إذا كان المسيح بيرمز لي بالمن وكلمة الله، وبتوجد في تابوت العهد قصة المن وفيه المن وفيه لوحي الشريعة، يبقى هي تلقب بالتابوت، والتابوت كان يرمز للست العذراء لأنه مغشي بالذهب من بره ومن جوه، من داخل ومن خارج، وده كان رمز لنقاوة العذراء وطهارتها من بره ومن جوه، وكان يصنع من خشب لا يسوس، وده برضو رمز للست العذراء اللي هي بطهارتها ونقاوتها لا يوجد فيها فساد. نلقبها ايضا في كنيستنا بسلم يعقوب، اما شاف سلم نازله وطلع عليه الملائكه، فالعذراء بقت هي السلم اللي جالنا من خلاله السيد المسيح. وفي مديحة حلوة بنقولها في شهر كياك اللي هي ايه؟ العليقة اللي ازاي كان فيها النار ولم تحترق، فهي ايضا كانت تشير للسيدة العذراء ازاي حل فيها جمر اللاهوت ولم تحترق. ونشبهها ايضا بشرية هارون المجمرة الذهبية. ليه بقى؟ لأن المجمرة فيها الفحم المتقد بالنار، وده بيشير لإيه؟ لاتحاد اللاهوت بالناسوت. إزاي إن الفحم المتقد بالنار حاجة واحدة لكن تحمل كل خصائص الفحم وكل خواص النار أيضا، فتشير للسيد المسيح الإله المتجسد في كل الصفات اللاهوتية وكل الصفات في طبيعة واحدة من طبيعتين. فعشان كده بنلقبها بمجمرة هارون أو شرية هارون، ونلقبها بالباب. والكنيسة استوحت هذا اللقب بنبوة حزقيال لما يقول رأيت بابا في المشرق دخل منه رب المجد وخرج والباب مغلق. فالست العذراء الباب
اللي جه منه السيد المسيح. عشان كده إذا كان السيد المسيح بيقول أنا هو القيامة والحياة، فعشان كده نقول عليها باب الحياة. إذا كان هو جاء خلاصا للعالم ليخلص ما قد هلك، هي باب الخلاص. ونلطفها أيضا بالحمامة الحسنة لأجل ودعتها وبساطتها وطهارتها. وإزاي زي حمامة نوح ما جاءت إليه ببشرى الخلاص والحياة، فالست العذراء بالنسبة لنا هي الحمامة الإيه؟ الحسنة. تشبيهات كثيرة وألقاب كثيرة على قد البروتستانت ما ينفوا عنها كل حاجة، إلا كنيستنا في توازن جميل ومستقيم نكرمها كل التكريم ونقول عليها فخر جنسنا. هي زي البشر، هي إنسانة عادية ما تزيدش حاجة عن البشر إلا في قداستها وطهارتها، عشان كده نقول هي فخر إيه؟ جنسنا. فنحن نكرمها لأن الكتاب كرمها، ولأن حل عليها الروح القدس زي الملاك ما قال لها. أما قلت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجل، قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فتستحق التكريم، ولأنها وليدة الإله تستحق التكريم، وإنها بتول وطاهرة ودائمة البتولية تستحق التكريم، لأن ربنا نفسه كرمها فتستحق التكريم. وقال من يكرمكم يكرمني. إذا كنا احنا السيد المسيح قال كده، فكم وكم تكون أمه، وإزاي وهو على الصليب كرمها وما سبهاش ووصى عليها تلميذه الحبيب يوحنا. عشان كده تلاقوا لها نصيب كبير في طقوس كنيستنا، في التكريم، في الأيقونات. يعني شوفوا هنا مثلا أيقونة ست العذراء، وهنا في الميلاد، وهنا زيارة اليصابات، ودخول المسيح الهيكل، ودخول المسيح أرض مصر، والصعود، والحلول الروح القدس. الست العذراء لها وجود في التسبحة، في العشية، في القداس، لها كرامات كتيرة نختلف بيها عن البروتستانت في هذا الأمر، غير نحتفل بيها بأعياد كثيرة جدا. نعمل امتحان بقى بسيط، أهم أعياد العذراء إيه؟ طب اشمعنى 21 طوبة؟ نياحتها صح، نياحتها 21 طوبة. طب عيد ميلادها امتى؟ 1 بشنس اللي هي وافق 9 مايو صح. طيب العيد ببشارة ميلادها امتى؟ 7 مس. انتوا بتغشوا. طب كويس انكم بتقولوا الحقيقة. عيد دخولها الهيكل 3 كياك. عيد صعود جسدها، ده عشان كلنا بنصوم الصوم بقى بتاعها. طب عيد بناء كنيسة ليها في فيليبي 21 بقونة. عيد ظهورها في الزيتون. طب عيد ظهورها في الوراق.
نعم 10 12 لا بتوافق يعني ايه؟ تاني يوم في كياك تقريبا. فالعذراء احنا بنكرمها في الطقوس وبنحتفل بأعياد كتير ليها، وهي أم بنعتبرها أمنا من ساعة ما ربنا يسوع المسيح قال للقديس يوحنا: يا يوحنا هوذا أمك. فإذا كان القديس يوحنا اللي هو يعتبر أب لينا من الآباء الرسل فهي أمه، يبقى احنا بالتبعية تبقى أمنا ايه؟ كلنا. طبعا احنا بنتمحك او بنتلكك عشان نوجد صلة يعني علاقة وقرابة بالست العذراء، لكن اخواتنا البروتستانت ينتقدوا تكريمنا للست العذراء في بعض الامور. يقولوا ازاي انتوا بتلقبوها ببعض الحاجات الخاصة بالسيد المسيح بس؟ نقول لهم زي ايه يعني؟ يقولوا ازاي، كيف يمكن ان ندعو العذراء بالكرمة والمسيح له المجد قال انا هو الكرمة الايه؟ لان احنا في قطع الساعة الثالثة نقول لها يا ولد لها انت يا الكرمة الايه؟ الحاملة عنقود الحياة. نقول لهم في وجه شبه مختلف. السيد المسيح لما شبه نفسه بالكرمة قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الإيه؟ الأغصان. لكن احنا لما بنشبه العذراء بالكرمة الحاملة عنقود الحياة، مين هو عنقود الحياة؟ فإذا كان السيد المسيح هو عنقود الحياة يبقى العذراء هنا تتشبه بين بالكرمة. فوجه الشبه مختلف، وجه الشبه مختلف. هو قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان. طيب هسألكوا سؤال سأله لنا زمان البابا شنودة وأنا كنت صغير قد بعضكم، كنت في ثانوي يمكن أولى ثانوي أو تانية ثانوي ساعتها، فكنا في خلوة في الدير وكانت القديرة زمان هادية أهدى بكتير طبعا، وإحنا قاعدين في الدير بصينا لقينا البابا جه والدنيا هادية بقى خالص، وكان في تكعيبة عنب في الدير، فسلمنا عليه واقفين ننصت لما يقوله. فقال طب عايز اسألكوا سؤال، كانت مجموعة من الشباب الصغير واقفين، قال ليه ربنا يسوع المسيح قال أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان؟ اشمعنا الكرمة؟ ليه ما قالش أي نوع تاني من الشجر؟ اشمعنا الكرمة مش أي نوع تاني من الشجر لما يحب يشبه نفسه هو الكرمة وأنا احنا الإيه؟ الأغصان. اللي يعرف يرفع يده، لأن احنا ما عرفناش ساعتها. لا طب قول لا ملهاش علاقة بالعنقود هنا. طيب انا هقول لكم عشان الوقت بيبان من عينيكوا عارفين ولا لا، بعرف من السحنة
طيب خليكم بس يعني ركزوا عشان الوقت. قال ليه القرمة؟ قال بصوا كده على الأغصان بتاع القرمة أو العنبة اللي موجودة، شكلها إيه؟ حطب ناشف. اللي يشوف العنبة أو القرمة الأغصان بتاعتها اللي يشوفها كده لوحدها كأنها حطبة ناشفة جافة، محدش يتخيل ان من ديت فيها حياة، شكلها كده وضعها كده. قال ورغم ان الاغصانها بهذا الشكل تبدو جافة وعديمة الحياة، الا انها طول ما هذا الغصن مرتبط بالقرمة بيطلع ثمار كلها عصارة، مش ثمرة حتى ناشفة، لا ده العنب ده اصلا كله ايه؟ كله عصارة. ازاي حتة الحطبة ده هي اللي تبدو حطبة لينا تخرج هذه الثمرة العصارية الجميلة الحلوة؟ فعشان كده شبه نفسه، أنا هو القرمة وأنتم الإيه؟ الأغصان. فنحن زي الحطب الناشفة اللي في ذاتنا لا حياة فينا، ولكن طول ما الغصن ده الناشف مرتبط بالقرمة اللي هو المسيح فيأتي بثمار إيه؟ جميلة. دي حاجة في السكة كده بنقولها لكم بمناسبة القرمة والإيه والأغصان. فالسيد المسيح هو القرمة ونحن الأغصان، لكن الست العذراء بنشبهها القرمة والسيد المسيح هو الإيه؟ العنقود. وهنا لابد أن نعرف شيء، إن في حاجات كتير ربنا يسوع المسيح يلقب بها نفسه وبعدين يدهلنا ألقابه، ممكن يديها لإيه؟ مش للعدرة بقى، لا ده لينا إحنا حتى. زي إيه؟ زي بيقول أنا هو نور العالم، ويرجع يقول أنتم نور الإيه؟ هو نور وإحنا نور بس هناك فرق. هو نور مطلق، هو النور الحقيقي. عارفين زي الشمس والقمر، نور القمر ده متاخد من مين؟ من الشمس، لكن النور الحقيقي جاي منين؟ فممكن يطلق عليه هو النور ونحن نور، لكن هناك فرق. اما يقول مثلا انا هو الراعي الصالح، وبعدين كتاب يقول يوجد في الكنيسة رعاة، ويقول له بطرس ارعى غنمي ارعى خرافي، والكتاب يقول أعطيكم رعاة حسب قلبي. والكتاب يقول ارعوا رعية الله التي اقتناها ايه؟ بدمه. ارعوا رعية الله التي بينكم. طيب هو الراعي ويدينا الرعاء ويقول على أولاده رعاء، طب ده في تعارض؟ لا، لأن هو راعي الرعاء، هو راعي الحقيقي وإحنا وكلاء عنده. برضو يلقب بالكاهن أو رئيس الكهنة اللي قدم ذاته وأعطى البعض أن يكونوا كهنة يقدموا الذبيحة اللي هو إيه؟ يخدموا الذبيحة اللي هو قدمها عن نفسه. راعي نفوسكم وأسقفها، رقب نفسه بالأسقف
وأعطى البعض خلفاء الرسل أن يقيموا من الروح القدس أساقفة، أسقف يعني رقيب وناظر. فهنا في حاجات كتير، هو ابن الله وأعطانا أن نكون أولاد الله. القديس يوحنا يقول انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندع أولاد الله. لكن هناك فرق، هو ابن الله الوحيد، هو الابن الذي من نفس طبيعة الآب، لكن نحن أبناء الله بالتبني، وهناك فرق. فممكن اللقب يبقى واحد لكن في فرق كبير في المعنى. ده مرة أحد الأحباء لقيته في دعابة كده يقول أنا أشترك مع السيد المسيح في بعض ألقابه. إيه اللي بتقوله ده؟ قال مش هو بيقول الابن الوحيد؟ أنا الابن الوحيد، ماليش أخوات خالص. هو الابن الوحيد والبكر في نفس الوقت، وأنا الابن الوحيد وبكر لأن ما فيش غيري. فيبقى ألقاب ولا مش ألقاب؟ قلت ألقاب، بس هناك إيه فرق. حتى القرمة، يعني البروتستانت بيقولوا ازاي تقولوا على السيد الست العذراء القرمة، والمسيح قال عن نفسه القرمة الحقيقية. في الكتاب المقدس وصف الكنيسة بالقرمة، حتى احنا فلحنا ايها الرب اله القوات ارجع واطلع وانظر من السماء، تعهد هذه القرمة اصلحها وثبتها. بيتكلم على مين؟ على الكنيسة. وفي سفر اشعياء في نشيد القرمة ويقول احكموا بيني وبين قرمي، ويغنوا للقرمة المشتهاة أنا الرب حارسها أسقيها في كل لحظة. حتى المرأة العادية أما تكون كل أم مباركة كده ويعني مثمرة في بيتها، يقولوا امرأتك تسير كالقرمة التي تزهر في جوانب بيتك، ممكن تشبه بالقرمة. فإذا كان الإنسان العادي والإنسان العادية ممكن تلقب بالقرمة، ولا تعارض بينها وبين السيد المسيح، لأن هو القرمة الحقيقية بمعنى معين خاص بيه هو. فكتير على الست العذراء، حلال على الكل وحرام على الست العذراء. زي مرة في بعض الناس اللي هم كده يعني مش مهزوزين في إيمانهم بالكهنوت، يقولوا إزاي نقول للأب الكاهن يا أبونا وللأب الأسف يا سيدنا؟ ليه يعني؟ قلت له الله، طب ما احنا بنقول لبعض كده، ده ما فيش برنامج في التلفزيون يقول ساداتي أنساتي سيداتي أنساتي ساداتي. حلال عليكم وحرام على الإكليروس، وما تكيب خطب واحد السيد فلان السيدة الفلانة، يعني هو انتو سيد وسيدة وحرام الإكليروس، يبقى ليه كده؟ ليه الحقد ده؟ يقول لك يتبخر له ليه؟ طب ما هو نفسه الأسف والكان بيبخر للشعب، وأما شعبك فليكن حلال عليكم، ولما يجي يبخر حرام. ففي حاجات بيبقى الحكم فيها ظاهري، يبدو في شكله كأنه صح لكن ما بيبقاش صحيح، وبيبقى خاطئ وظالم. فالست العذراء
تلقب بألقاب كثيرة، ولكن في فرق كبير بين اللي نقصده لما نخاطب الست العذراء ونخاطب السيد المسيح. ونفس احنا قلنا مش هي بس، حتى ولاد ربنا العاديين بيلقبوا بألقاب كتيرة، حلال على الكل وحرام على العذراء. لما امرأة عادية يقولوا كالكرمة التي تزهر، والست العذراء ما يتقال عليها الكرمة حرم. فعشان كده بيبقى فيه عدم استقامة وعدم فهم سليم للإيمان. أحيانا يقولوا أنتوا بتصلوا للعذراء، يعني إيه نصلي للعذراء؟ في فرق بين لما أخاطب العذراء والقديسين وإن أصلي لهم، أتواصل. الصلاة جاية من الصلة، في فرق بين إن أتواصل التواصل، وفي فرق بين العبادة. فنحن لما نكلم العذراء بمناسبة تدخل الكنيسة، شلاه يا ستي يا عذراء، ويقدروا يطلبوا طلبات يتشفعوا بيها، هل ده يبقى صلاة؟ مخاطبة. ده احنا مش بنخاطب العذراء بس، بنخاطب الملائكة والطبيعة وحتى أنفسنا. نفضل اللي حافظ فيكم التسبحة، نفضل نمسك الخليقة حاجة حاجة، خصوصا في الهوس الكام نشوف مين اللي شاطر في التسبحة. نعم، التالت مظبوط، سبحي آيات السماوات، سال يا نبي يا وحوش الأرض، حتى وحوش الأرض بنقول لها إيه؟ طب لما بنخاطب الوحوش والنباتات والسماء والقمر والشمس والنجوم يبقى بنعبدهم؟ ده بنخاطب الملائكة نقول باركوا الرب يا ملائكة المقتدرين قوة الفاعلين أمره، سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي. أنا بخاطب مين؟ الملائكة، يبقى بصلي لهم بعبدهم. أما أقول سبحي أيتها الشمس والقمر والضباب والريح واللجج والنار والبرد، حلال عليهم كلهم، وتيجي عند العذراء هي اللي يعني خلاص. قول سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. نخاطب المدن حلال والعذراء حرام. بنخاطب الجميع، يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هلموا وانظروا أعمال الرب، لا تتكل على الرؤساء. أنا بخاطب الناس هنا، سبحوا الرب أيها الفتيان، قدموا الرب يا أبناء الله. لما وانا بصلي بأخاطب الخليقة كلها بكل مشتملاتها، هل ده حلال؟ لكن لما خاطب العذراء في الصلاة بقت عبادة. طب ده انا بخاطب نفسي احيانا، يبقى بعبد نفسي، سبحي نفس الرب، مش بنقولها كده؟ سبحي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك الرب، سبحي باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ولماذا انت حزينه يا نفسي؟ توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه. مش دي مخاطبه للنفس؟ ده انا احيانا بخاطب الشياطين، يبقى بعبد الشياطين. اما نقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، فليغزو واضطرب جميع اعدائي وليرتدوا الى ورائهم بالخزي سريعا. فهل المخاطبة مع كل هذه الكائنات حلال؟ ولما اجي اخاطب العذراء واطلب شفاعتها نحولها بمعنى العبادة، اشمعنى؟ مع ان المزمور نفسه او الرسول نفسه معلمنا بولس الرسول
يقول متى اجتمعتم؟ فكل واحد له مزمور مكلمين، خلي بالكم، مكلمين بعضكم بعض بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، معلمون منذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني، يعني نخاطب بعض بالإيه؟ بالتسبيح والترتيل. نقطة تاني مهمة يعني يختلفوا معنا فيها في العذراء، لا يؤمنون بدوام بتولية العذراء ويعتقدوا انها لا ده عاشت حياة زوجية طبيعية. واللي بيقولوه دوت، في ناس قالوه من زمان من القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، وبيعتمدوا على بعض الآيات اللي بيفهموها خطأ، والآباء ردوا عليهم من زمان. القديس إيرونيموس كتب ضد واحد اسمه هلفيديوس سنة 383، وكل اللي كان قاله البروتستانت بيقولوه ايه؟ ان في الكتاب وصف السيد المسيح قال ابنها البكر، ولما قال الملاك خاطب يوسف قال له مريم امرأتك، وعبارة لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، وكذلك قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. يعني شوفوا، معرفهاش حتى ولدت، لكن بعد ما ولدت عرف. وقبل أن يجتمع وجدت حبلة، لكن بعد ما ولدت. وكمان ده مش كده وبس، ده خلفه كمان. طب جبت منين؟ شفتوا ما بيقول اخواته، هو ذا امك واخوتك. وطبعا كلها ايات مردود عليها من زمان قوي، من القرون الاولى، لانها حاجات لا اساس لها من الصحة. واحنا ما بنعتمدش على الكتاب المقدس وبس، ولكن التقليد اللي عرفنا ان العذراء ظلت عذراء بتول الى النهاية، وفهمنا للكتاب المقدس والنبوات، حتى نبوة حزقيال قال وهذا الباب يكون مغلقا ما يتفتحش، لان السيد دخل منه. مين اللي يجرؤ ان يتولد من نفس المكان اللي اتولد منه السيد المسيح؟ فهنمسك حتة حتة ونشوف رد الاباء عليها ايه. اولا موضوع ان ما قالها ابنها البكر، معروف في اللغة الانجليزية البكر يترجم ايه؟ لا بالانجلش فيرست بورن، يعني المولود الايه؟ الاول. طب المولود الاول ده يعني لو حد اتولد له اخ تاني ما يبقاش الاولاني بكر؟ يعني شرط البكر ان هو يكون الاول وله ناس بعده، ولا ان هو الاول؟ ممكن ان يكون اول وليه اخوات تاني، وممكن يكون هو الاول والاخير، زي اللي قلت لكم قال انا بألقب زي السيد المسيح، انا البكر وانا الايه؟ الوحيد. لان مفهوم البكر بين الناس وفي الكتاب المقدس هو كل فتح رحم، زي قبل ما يتوجد الكهنوت الهاروني كان الاول الكهنوت بيبقى وهو ياخده من الابقار، يقدس لي كل بكر كل فتح رحم من الناس ومن البهائم انه لي. فكان كل فاتح رحم
بيصير مقدسا للرب سواء اتولد بعده او ما اتولدش، ومش هينتظر ابواه كده لغايه اما ايه يشوفوا هيتولد ولا لا عشان يقدموه. هو الاولاني لازم ايه يقدم. فعشان كده ممكن جدا يكون الابن اللي بيكره هو الابن الوحيد. والقديس جيروم يقول ايه؟ كل ابن وحيد هو ابن بكر، ولكن ليس كل ابن بكر هو ابن ايه، لكن لو ابن وحيد يبقى بكر، لكن مش كل بكر يبقى ايه وحيد. فكلمة البكر تشير، لا يشير الى شخص ولد بعده اخرون، ولكن بيشير ان الشخص اللي ما اتولدش قبله ايه ابناء. فالسيد المسيح كان هو الابن البكر. عشان كده الست العذراء بعد قد ايه راحت تقدم القرابين؟ 40 يوم. ده مين اللي انتظر 40 يوم؟ العذراء. في حد فيكو احسن من العذراء؟ لو واحدة شايفة نفسها احسن تقول. فالست العذراء نفسها قعدت 40 يوم، ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. فكده كده الابن البكر بيقدم سواء جالوا اخوات او لم يأتي ايه ليه. فممكن الابن الوحيد. عشان كده برضو القديس ايرونوموس بيسأل للي بيقولوا كده، يقول لهم لما الملاك المهلك ضرب أبقار المصريين، ضرب الأبقار الوحيدين اللي ليهم إخوات ولا الوحيدين، ولا ضرب الكل؟ الكل. طالما بكر سواء له إخوات ملهوش ضرب الكل. يقولوا طيب، طب بكر دي هنمشيها لكم. طب ولما يقول له امرأتك؟ نقول له نعم، ايه المشكلة؟ يقول لا، ما امرأتك يعني ايه زوجتك. امرأتك يعني ايه زوجتك. طيب معروف في القديم كانت الواحدة وهي مخطوبة يقولوا عليها ايه؟ امرأة فلان. القديس جيروم يعطي مثل من العهد القديم حسب الشريعة. الكتاب يقول ايه؟ إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة والضجع معها، ارجموها الفتاة من أجل أنها لم تصرخ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه. الأول قال إيه؟ وفي الاخر قال ايه؟ يعني كانت المخطوبة تلقب بامرأة. عارفين يا اولاد زي ايه دلوقتي عند اخواتنا المسلمين؟ ممكن يبقى في كتب الكتاب ولسه ما فيش فرح ولا دخلة ولا حاجة، بتعتبر ايه؟ من غير ما يقرب منها بتعتبر، لكن لا تعني ان في علاقة جسدية ما بينهم. كما ان المرأة في الكتاب تعني الأنوثة بغض النظر متزوجة
يعني حواء اتسمت امرأة ليه؟ لأنها من امرأة أخذت. لما بقى في علاقة زوجية بينها وبين آدم وبقى في أولاد سميت حواء لأنها أم كل إيه؟ حي. فكلمة امرأة بتدل على طبيعتها على أنوثتها وليست بالمعنى المجتمعي دلوقتي إنما يقولوا امرأة تبقى متزوجة يعني. حتى الكتاب كان دقيق جدا لما اتكلم عن العذراء مع القديس يوسف النجار. يقول ايه الكتاب في لوقا 2:4، يقول: فصعد يوسف ايضا من الجليل ليكتتب مع امرأته المخطوبة وهي حبلى. طلعوا عشان يكتتبوا مع امرأته المخطوبة وهي حبلى. قال امرأته والمخطوبة وهي حبلى، والتلاتة صح. امرأته لأن في العرف في ذلك الوقت وفي الكتاب يتقال عليها امرأته، ومخطوبة يعني ما قربش منها بالجسد، وهي حبلى لأن كانت حبلى بالروح القدس في السيد المسيح. ونلاحظ بعد كده بمجرد ما ولدت السيد المسيح ما عادش الملاك يقول له امرأتك أبدا. يقول له قم خذوا الصبي وأمه. بقت منسوبة لمين؟ للسيد المسيح. يقول قام وأخذ الصبي وأمه. حتى المجوس لما جم يقول رأوا الصبي مع مريم أمه، وجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا. ما كانش فيه كلمة حتى امرأتك ما اتقالتش بعد ما ولدت ربنا يسوع المسيح خالص. طب ليه اما بيقولوا ما هو برضو ما قالش كده؟ يقول طيب شوفوا الكتاب قال ايه قبل ان يجتمع، وكلمة حتى ولدت ابنها البكر. طالما قال قبل ان يجتمع يبقى بعد كده ايه؟ نقول لهم لا، عشان انتم مش فاهمين، لان الكتاب كان بيركز عايز يثبت ان المولود لم يولد ولادة طبيعية من ابوين كباقي الناس، انما ولادته من عذراء دليل على ايه؟ على لاهوته. لان الذي حبل به فيها هو منين؟ من الروح القدس. وعايز يؤكد ان ولادته دي اتولد من عذراء بدون زرع بشر، وبالتالي لا يرث الخطية الجدية من آدم، لأن مفيش علاقة جسدية. فكان كل التركيز الكتاب لما يقول قبل أن يجتمع ليؤكد أن اللي اتولد ده بدون زرع بشر. هذا هو ما يريد أن يؤكده الكتاب، مش عشان يشير أن اجتمع بعد كده. قبل أن يجتمع يعني ما عملوش، لكن ما يفيدش بعده. ونفس الوقت لم يعرفها حتى ولدت، فكلمة حتى دي تنسحب على ما قبلها لا ما على بعدها، ولا تعني العكس. يقول لك ظل فلان ده ظل متمسك بإيمانه حتى آخر لحظة في حياته. طب بعد آخر لحظة في حياته يعني ترك الإيمان؟ حتى آخر نفس
طب بعد آخر نفس حصل العكس؟ لأ، فكلمة حتى دايما يعني تشير لنفي ما قبلها. والكتاب بيدي أمثلة برضو على ميكال ابنة شاول، يقول لم يكن لها ولد حتى ماتت. طب وبعد ما ماتت يعني ولدت؟ يقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، أو حتى انقضاء الدهر. يعني معنى كده أن بعد انقضاء الدهر هيبقى مش معانا. اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. طب وبعد ما يضعه مش هيبقى على يمينه؟ فكلمة حتى لا تعني بالضرورة عكس ما بعدها، ولكن بتؤكد إن ما قبلها لم يحدث على الإطلاق. فيوسف لم يعرف القديسة مريم العذراء حتى ولدت ابنها البكر، ولا بعد أن ولدته أيضا، لأن اللي اتولد ده مش واحد عادي. يقول لك طيب قبل أن يجتمع وحتى، طب ايه رأيكم في اخوته بقى؟ طب اخواته دول جم منين اذا كان يوسف لم يعرفها؟ الكتاب نفسه قال، جاوب على الحكاية ده. هي الكتاب نفسه ايه؟ جاوب. وقبل ما نجاوب على الكلام دوت هنديهم أمثلة من الكتاب نفسه بالنسبة لتعبير إخوة. اعتاد الكتاب واعتاد البشر لغاية وقت قريب إن القرايب من الدرجة الأولى، ولاد العم ولاد الخالة، كانوا بيعتبروا إخوات، وخصوصا كان بيبقى بيت العيلة تلاقوا الجد والجدة يجوزوا ولادهم يقعدوهم معاهم، فأولاد ولادهم كلهم يعيشوا مع بعض، فكانوا يعيشوا كإخوات. لدرجة إن في مصر زمان كان ولاد العم ما يتجوزوش، مش عشان ممنوعين شرعا، ولكن الظروف المجتمعية ان عايشين مع بعض فطالعين طول عمرهم ايه؟ اخوات. وكان العم ينادى بالاب، ابويا فلان، او يعني كده، يعني ما بيتعاملوا كاخوات بالفعل. وفي الكتاب كذلك، عارفين يعقوب لما راح، أو إبراهيم قبل يعقوب لما خد لوط ابن أخوه معاه، وبعد كده فرقوا بعض، وبعدين لوط عاش في سدوم وعمورة وحصل عليهم هجوم، وفي سابوهم، في بعض الملوك جم وسابوا هزموا البلد اللي فيها لوط وقتلوا ونهبوا وأسروا كل اللي فيها. كان مين في الأسر؟ لوط ابن أخو إبراهيم، كان اسمه إبرام لسه. مين بلغوا الخبر؟ إبرام. يقول فلما سمع إبرام أن أخاه قد سبي جر رجاله المتمرنين في الحرب، كان عنده غلمان كتير بيساعدوه في الرعي وفي الخدمة، وراح حارب وانتصر على الملوك ورد السبي عشان يخلص مين؟ ابن أخوه اللي الكتاب وصفه هنا إيه؟ أخاه. يقول فلما سمع إبرام أن أخاه قد سبي، طب هو أخوه ولا ابن أخوه؟ ابن أخوه، لكن بيتقال إيه؟ أخوه. يعقوب لما راح وهرب من وجه أخيه عيسو، وراح
وتقابل مع رحيل بنت خاله لبان وعرفها أما كانت على البير ودحرج لها الحجر عن فم البير. يقول قبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى وأخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها. أخو أبيها هو كان أخوه ولا ابن أخته؟ ابن أخته. لكن الصلات القرابة الكبيرة ممكن يتقالوا إيه؟ حتى خاله لما يعقوب خدمه يقول له ألأنك أخي تخدمني مجانا أخبرني ما أجرتك. بنفس الأسلوب قيل عن ولاد خالة السيد المسيح إخواته. والبروتستانتي يستندوا لإيه بقى؟ لما الكتاب قال في متى ومرقس أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم؟ وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ ونفس القديس بولس الرسول يقول إيه؟ يعقوب أخ الرب اللي هو ابن خالته برضه. طيب عرفنا منين إن دول ولاد خالته مش إخواته من العذراء مريم؟ الكتاب نفسه قال، اللي هم بيجيبوا آيات من الكتاب المقدس، فالكتاب نفسه قال كده، قال بيتكلم على مكان السيد المسيح على الصليب، بيقول نسوة كثيرات كنا هناك ينظرن من بعيد، ومن بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. يعني يعقوب ويوسي دول ولاد مريم اللي هي أخت أمه. طب عرفنا منين إنها أخت أمه؟ طب ليه ما كانش يقصد العذراء؟ الكتاب نفسه قال كده. يقول وكنا واقفات عند الصليب، عند صليب يسوع أمه، خلي بالكم، أمه وأخت أمه مريم زوجة قلوبة ومريم المجدلية. أخت أم مريم دهيت في متى 27 أما برضو بيوصف الوضع عند الصليب، يقول مريم أم يعقوب ويوسي كانت مع مريم المجدلية عند صليب المسيح. مين مريم ديت؟ قال زوجة قلوبة مش يوسف يعني، فهي أخرى غير الست العذراء. وبرضو في إنجيل معلمنا مرقس يقول مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي كانتا واقفتين وقت الدفن. ودول اللي كان قال عليهم القديس يوحنا كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة قلوبة. إذن يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا دول أولاد مريم زوجة إيه؟ قلوبة. طب ده القديس يعقوب ويهوذا بنقول عليه يعقوب ابن حلفة مش قلوبة، لا هما مع بعض هو واحد. ايه هو له اسمين؟ قالوا اسمين. ازاي؟ بطرس كان له اسمين ولا ملوش؟ ماري مرقس كان له اسمين ولا ملوش؟ يوحنا الملقب بولس كان له اسمين ولا ملوش؟ في العهد القديم يسرون حما موسى مش كان له اسم تاني؟ جدعون وهكذا تداوس ويهوذا، ما هو كان لشخص واحد.
فطبعا مريم أخت أمه التي هي زوجة كلوبة أو حلفة، كانت هي أم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، دول كلهم يعتبروا إيه؟ ولاد أخت أمه، يعني ولاد خالته، عشان كده بيطلق عليهم إخواته، لأن قريب من الدرجة الأولى. لأن من المنطقي، طيب هنسألهم، طب إذا كان السيد المسيح كان له إخوات بالجسد كده، سمعان ويهوذا، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، غير البنات اللي ما تذكرش أسمائهم، طب إذا كان له هذه الزمرة من الإخوات، طب والسيد المسيح على الصليب بيسلمها ليوحنا ليه؟ ما كان بالأولى ولادها موجودين. طيب طول فترة وجودهم في مصر، هل اتذكر شيء عن الأولاد دول؟ في الحادثة اللي هي كان ربنا يسوع المسيح وسنه بالجسد 12 سنة وتأخر عنهم في الهيكل، اتذكر اسم أي إخوات ليه؟ ده البعض يقول ان دول ولاد يوسف، كان متجوز قبل العذراء ومخلفهم، الكلام ده مش مظبوط، حتى ما هماش ولاد يوسف من امرأة سابقة للعذراء ولا حاجة، الكتاب نفسه قال صراحة دول ولاد مريم ام يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، ومريم دي زوجة مين؟ كلوبة الذي هو حلفة. وبعدين ده الكتاب نفسه حسم الموقف والوضع، مش هتؤمنوا بالتقليد؟ طيب اؤمنوا بالنبوات. حسقيال النبي لما اتكلم على العذراء وقال رأيت بابا مغلقا في المشرق، قال هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. عشان كده احنا بنلقب الست العذراء بدائمة البتولية، تي بارسينو سنسيو نيفين، دائمة الايه؟ البتولية. فإذا ما كنتوش بتؤمنوا بالتقليد فالكتاب نفسه يشهد بإيه؟ بذلك. ونكتفي بهذا القدر فبالنسبة لتكريم العذراء. لو في أي سؤال تفضل. حد بيقول يا سيدنا موضوع الشفاعة معانا في الامتحان ولا لا؟ انتوا هتمتحنوا في اللي خدتوه، لو خدتوا الشفاعة يبقى تمتحنوا فيها. هل تعتبر العذراء الشريكة في الخلاص؟ لا، السيد المسيح ليس بأحد غيره الخلاص، ولكن جاء من خلالها المخلص. هل الكنيسة تسمح للبنات أن تشارك في رسومات الأيقونات أو حضن الآب؟ ولو ممنوع لماذا؟ لا تسمح، تسمح ممكن الواحدة تشارك في الأيقونات في حضن الآب قبل ما يتدشن بس الهيكل، طالما ما تدشنش، أو ممكن لو مذبح متنقل يتشال اللوح المقدس وبعد كده اما يدشن خلاص يبقى ما تدخلش، لكن يسمح بانها ترسم ايقونات. حد يقول سلام ونعمة، كيف تسبح الشمس والقمر وهما جماد؟ هل في لغة ام وجودهما فقط؟ عارفين الآية اللي بتقول مدركة بالمصنوعات
قدرته السرمدية وسلطان لاهوته، أو السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر. يعني إحنا لما نتأمل في المخلوقات دهيت ونشوف الإبداع اللي في الإبداع اللي خلقها فيها، فهي تمجد الله. تمجد الله يعني بتأملنا فيها إيه الإبداع ده، فيتحول جمالها لتسبيح للبشر. يعني نقبل ايدي، هو انا لما اشوف بعض المخدومين بيتكلموا مع بعض الخدام بطريقة غير لائقة، معتبرة نفسي مكان هؤلاء الخدام باعتبار ما سيكون، انا كده غلطانة وانا زعلانة. لا طبعا الواحد لما يشوف حاجة زي كده يزعل فعلا او ما يبقاش مبسوط، ان المفروض في احترام حتى لو مش خدام، ناس اكبر شوية، يكون في أدب واحترام في التعامل. سمعنا على الفكر الكريستولوجي من نيافتك ان ده مجرد مقدمة، ولكن اللي يحب يدرس الكورسات بعد كده فعلا اللي هدهولكو ده بيعتبر مقدمة عامة للي يحب يدخل الكورسات. فكيف طريقة الاشتراك؟ يشترط في اللي يدخل الكورسات ان يكون خلص اعداد خدام، او ما كانش درس اعداد خدام يبقى لازم يمتحن في مادة الكريستولوجي بنسميها المحاضرة التمهيدية او المحاضرات التمهيدية. لو امتحن ونجح فيها ممكن يشترك في الكورسات. كيف علت القديسة العذراء مريم على يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء؟ تعالت بيه طبعا، علت عليه. السيد المسيح قال لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم إيه منه، فأشار إن في أعظم من يوحنا المعمدان. طبعا الست العذراء دي خارج المقارنة تماما. وخصوصا إن ربنا يسوع المسيح كان بيتكلم اما بيقولوا نبي، قال واعظم من نبي، كان بيتكلم عليه كانوا بيعتبروه نبي ولا لا، فهو اعظم الانبياء على الاطلاق. لكن العذراء فاقت الكل. هل امتحان اونلاين عليها نسبه من الدرجات؟ طبعا نسبه كبيره. هل كان في علاقه زوجيه او جسديه يعني بين ادم وحواء قبل خروجهم من الجنة؟ لا، آدم عرف امرأته بعد ما خرجوا من الجنة. هل يعمد مرة ثانية الإنسان المرتد؟ لا، بيقدم توبة، بس توبة تكون قوية. لكن اللي تعمد في الكنيسة الأرثوذكسية لا يعمد مرة ثانية. لماذا السيد المسيح قال للعذراء يا امرأة؟ لأن في عادة بلاد الشام لغاية دلوقتي المرأة يعني يا سيدة، فاللهجات بتختلف. يعني في لهجات إلى يومنا هذا لو رحت مثلا بلاد الشام ولبنان تعبيرات هناك يقولوها، لو اتقالت هنا ممكن الناس تزعل وتعتبرها شتيمة، والعكس صحيح. فكل الشعب له عاداته في التعبير، فكلمة امرأة كلمة فيها احترام بالنسبة للعادات اللي هناك.
هل السيدة العذراء لم تكن تحمل الخطية الجدية مثلا مثل باقي البشر؟ لا، كانت يعني زي باقي البشر طبعا. أم المشكلة في العلاقة الجسدية أو زرع البشر؟ لكن اللي بنورثها بالتناسل. هو ليه احنا مش بنغطي شعرنا زي السيدة العذراء ويبقى ده استلمناه من التقليد؟ مفروض وقت العبادة وفي يعني في الكنيسة الكل يغطي شعره بالنسبة للبنات. مش بعرف اعترف يا سيدنا، بقعد مع ابونا مش ببقى عارف اقول ايه، بقول اي كلام. طب ليه الواحد معرفش انه كذب، معرفش انه حلف، معرفش انه شتم، معرفش انه جاب سيرة غيره او ادان؟ ده غير الحاجات التانية. اكيد كل واحد بيقول خطياتي امامي ايه في كل حين. لو مش امامي في كل حين يبقى ما توبتش عنها. لو انا مش عارف اقول ايه يبقى انا مش تايب. هل يوسف النجار ما كانش متزوج قبل العذراء؟ مصادر، بعض المصادر تقول كده فعلا، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. ماذا يقصد هنا بالحياة الابن في ذاته؟ هل قبل ذلك لم تكن له الحياة؟ لا، بيقول كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك الابن أيضا، يعني الاتنين زي بعض مساويين في الجوهر، إن الحياة من ذاتهم، محدش أوجد حد، هو واحد مع الآب في الجوهر. حد بيسأل ليه إخواتنا المسلمين بيسموا السيد المسيح عيسى؟ منين جه الاسم ده؟ جه من اللفظة اليونانية كلمة يسوع، إيسوس، إيسوس. فمع تحريف الكلمة إيسو إيسا، عشان ما فيش عين في اليوناني والقبطي لكن في العربي يقولوها يعني، فجت من إيسوس، إيسوس إيسا. أين يوجد القديسين، في الفردوس أم السماء؟ أين توجد السيدة العذراء، في الفردوس أم السماء أو الملكوت؟ يعني السماء ممكن تشمل الفردوس أو الملكوت، لكن ممكن في الفردوس أو الملكوت؟ لا، في الفردوس. في حد يعني بالنسبة للرسامة أغنصص بيقول ان هو كويس ودارس لغات وكويس خالص وشاطر، واسألنا اي سؤال. الفكرة يا ولاد، بخلي كل كنيسة ترشح وبحط شروط للترشيح. يعني انا مش هرسم واحد الكنيسة كنيسته ما رشحتهوش، انه يبقى شاطر ويعرف يقرا كويس ده شرط، لكن لازم يكون مؤدب وملتزم ومواظب، دي حاجات امور مهمه برضه. فبالتالي لازم الكنيسه بتاعته هي اللي ايه ترشحه، مش مجرد امتحان في المعرفه وبس، لازم في المعرفه وفي السلوك. فالسلوك ده مرتبط بتزكيه الكنيسه بتاعته. ربنا اختار جهلاء العالم ليغزي بهم الحكماء. هو ربنا اختارهم فعلا عشان يكون فضل الله للقوة لا منا، وبشروا وآمن بوسطهم 3000 واحد، واللي هو اختارهم دول هؤلاء البسطاء اللي ربنا اختارهم وعلمهم،
هم اللي علمونا في الكتاب المقدس ان لما نيجي نرسم حد او حد يصلح للخدمة ان لازم يكون في مواصفات معينة، يكون صاحيا عاقلا صالحا للتعليم. مين اللي علمنا كده؟ هؤلاء البسطاء اللي ربنا اختارهم علمونا في الكتاب المقدس كده. والقديس بولس يقول لتلميذه لاحظ نفسك والتعليم، لأنك بهذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. طيب نكتفي بهذا عشان الوقت، اتفضلوا نصلي.